من اكتر المعايير اللي المفروض يتم الالتزام بيها هي الحقيقه والموضوعيه. يعني احنا بنشوف ناس كتيره جدا رواد بينجزوا وبيعملوا حاجات هايله جدا، عندهم خبرات ينفع الاستفاده منها وعندهم امكانيات ينفع ان احنا نطرحها. مش دايما وابدا هو الشخص الغير قادر اللي ظروفه الاقتصاديه والاجتماعيه سيئه جدا وفقط، لكن كمان في حاجه تانية ليها علاقه بان احنا نبقى بنرصد الحقيقه واللي بتاعت عن فكره التضليل، لان احنا كمان زي ما قلنا من شويه ان قانون زي دوت يتم الموافقه عليه والتاخر حتى في اصدار اللائحه التنفيذيه بتاعته مفيش اي تناول باي قدر من اشكال من الصحافه والاعلام. تاني حاجه لانه كبار السن او الرواد عندهم خصوصيه، في الكلام معاهم وفي الحديث معاهم يجب ان يكون في احترام وتقدير، لانهم احيانا كتيره جدا نتيجه كبر السن وبعض الامراض اللي ممكن تبقى بتجيلهم في لحظه من اللحظات بيبقى عندهم حساسيه اكتر من غيرهم، وبالتالي لازم يكون في احترام وتقدير والابتعاد عن اي شكل من اشكال التمييز. يعني مثلا ما اجيبش طول الوقت ابقى مركز على القضايا الخاصه بالمسنين الرجال، او ابقى مركز على القضايا الخاصه بالمسنين الستات، او ان انا اشتغل على فئه معينه طبقيه او اجتماعيه يبقى هي دي صوره المسن والطبقات الاخرى او الانواع الاخرى مش موجوده باي شكل من الاشكال. اللي احنا نشرناه من شويه، اسمك ايه، سنك ايه، ساكنه فين، ولادك فين، طب هما سابوكي ليه، طب عملوا ايه. الحقيقه دي كلها اصلا اشكال من اشكال الانتهاكات التي يجب الابتعاد عنها تماما في التغطيه الصحفيه في التعامل مع هذه الفئه. هو الحقيقه المفروض يتم اصدار اللائحه التنفيذيه للقانون من فتره طويله، هو قانون تم اصداره في شهر ابريل، وبالتالي فكان طبيعي جدا ان يتم اصدار اللائحه التنفيذيه بتاعته في شهر 6، ولكن الى الان لم يتم اصدار اللائحه التنفيذيه، وده جزء من المشكله. ده رقم واحد. رقم اتنين، النهارده النقاش كان بشكل اساسي بيدور على كيفيه التعامل مهنيا مع القضايا الخاصه بالمسنين وكيفيه تغطيه القضايا الخاصه بالمسنين، كمان انه يبقى في حملات اعلاميه ليها علاقه بالقاء الضوء على المشاكل الخاصه بالمسنين، ومن ثم مطالبه الدوله باصدار اللائحه التنفيذيه. في قوانين بتبقى قوانين بطبيعتها مثيره للجدل، يعني فيها رايين، راي موافق معها وضد وكذا وكذا، انما القصه بتاعت المسنين في الحقيقه تهم جميع الشعب المصري، حكومه وشعب يعني، وبالتالي هو مش من القوانين المثيره للجدل، وبالتالي ما تمش الاعلان عنه بقدر كافي. عشان كده في اهميه انه يبقى في عادات نقاش طول الوقت مع الصحفيين والاعلاميين حوالين القانون من اجل ان هم يعرفوا. فعشان كده هو من القوانين اللي مش مثيره للجدل، يعني ما فيش طرفين، ما فيش حد في مصر سواء كان معارضة أو حكومة شايف أنه ضد حقوق المسنين اللي هم تقريبا 9 مليون مواطن مصري، هم أبائنا وأمهاتنا اللي هم كافة الحقوق. هو طول الوقت بيبقى فيه حاجات ما بتبقاش مدرجة على أجندة الدولية، وبالتالي المجتمع المدني بيبقى جزء من انعكاس دوت. وفي الحقيقة يعني قضايا المسنين مش موجودة بكثرة سواء مادة أو مادتين مثلا في الأمم المتحدة ليها علاقة برعاية حقوق المسنين، وبالتالي أصلا المجتمع المدني في مصر أو في أكتر من دولة تانية مش مهتم بالفئة دي. والحقيقه مؤسسه نشوه ديب كان ليها السبق في انها تهتم بالقصه دي بالتعاون مع بعض النواب. يعني مثلا احنا اذا عرفنا انه في جزء من مشروع قانون متقدم من نائب محسوب يعني على حزب مستقبل وطن اللي هو الاغلبيه في البرلمان، فده بالنسبه لي برضو فيه علامات استفهام انه لماذا لم تسعى الحكومه للاعلان عن القانون، على الرغم ان هو قانون يعني يجلب حقوق ما لا يقل عن 9 مليون مواطن مصري. اولا احنا عشان كده النهارده كان في التدريب بتاع الاعلاميين والصحفيين، لانه الصحافه بيبقى ليها دور مهم جدا في انها اصلا تقول ان في قانون. دي نقطه رقم واحد، الصحافه ليها دور مهم جدا تطالب باللائحه التنفيذيه. دي نقطه رقم اتنين. نقطه رقم ثلاثة، انه اصلا احنا محتاجين نعمل نقاشات كان المفترض تبقى سابقه عن القانون مع اصحاب المصلحه اللي هم المسنين، وده اللي احنا كنا بنتناقش فيه النهارده، انه يبقى في لقاءات متواصله مع اشخاص او جماعات موجودين في نقابات او في اتحادات عمال او ما الى ذلك، بمنطق انه نبقى بننشر ثقافه القانون وبيبقى في تغيير في الفلسفه الحقيقيه في التعامل مع المسنين في مصر. للحقيقه للاسف الشديد المفروض كان يبقى في حوار مجتمعي خاص بالقانون قبل اصداره ومع كل الجهات المعنيه ومع الاشخاص اصلا اصحاب المصلحه، ولكن ده ما حصلش. بس انا بالنسبه لي قد يكون القانون بصيغته الحاليه بوضعه الحالي هو خطوه اولى
قد تتبع بخطوات اخرى يعني في اطار تطوير القانون الخاص بالمسنين. هو اكتر توصيات اهميه هي انه يبقى عندنا تدريب ليه علاقه بصياغه لغه حساسه للنوعيه دي من القضايا، القضايا الخاصه بالمسنين. عندنا توصيه تانية ليها علاقه بانه يبقى في ادراج لقضايا المسنين في كافه القضايا اللي احنا ممكن نبقى بنتناولها في العمل الصحفي، زي قضايا المراه فممكن نتكلم على قضايا المسنات، زي قضايا ليها علاقه بالتطوير العمراني والحضري، وبالتالي نقدر ندرج القضايا دي اللي هي خاصه بالمسنين في مناقشتنا للقضايا العامه. بالاضافه لدوت انه يبقى في طول الوقت كمان تغيير الصيغه النمطيه اللي احنا الاعلام بيتناول بيه قضايا المسنين طول الفتره اللي فاتت، بمنطق ان احنا نظهرهم على حقيقتهم بدون تحيز ولا مبالغه ولا تقصير.